أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع استمرار رطوبة اللي بتزود الإحساس بحرارة الجو عن المتوقع بحوالي درجتين للثلاث درجات. عشان كده النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 29. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية.